السلام عليكم. اليوم راح نشرح مثال على موضوع الـ 2 degree of freedom system، وبنفس الوقت راح نتعرف على هذه النوعية من الأنظمة ونشوف طريقة الحل اللي هي راح تكون تلائم أي سؤال ممكن يجي، سواء كان 2 degree of freedom أو multi degree of freedom. السؤال اللي راح نحله كالتالي: Determine the equation of motion for the system shown in figure below. هذا هو الشكل. من يتكون عندي من كتلة قيمتها M1 وكتلة ثانية قيمتها M2، بالإضافة إلى الK1 اللي هو النابض الأول، ونابض آخر متصل بالM2 هو الK2، وكذلك عندي دامبر أو مخمط قيمته هو الC2. هذه ممكن إذا أريد نعرف شلون راح يتحرك، أكيد راح بسبب ثقل الأم 1 والأم 2 راح يتحرك للأسفل بهاي الطريقة. هنا راح يكون عندي X1 اللي هي الحركة هذه الأولى، وكذلك عندي هنا قيمة X2. تمام؟ إذا حركة الأم 1 شنو معنات 2 degree of freedom system؟ يقول هو العدد الأحداثيات اللي توصف حركة الجسم. إحنا هنا حركة الجسم ما نقدر نوصفها فقط بالأكس 1، لأن عندي تأثير الأم 2 أيضا، لذلك صارت عندي هنا أيضا حركة أخرى أكس 2. زين، بهذه الحالة طبعا هذا من الأسفل مثبت، هذه ممكن تو كوردينيت، ممكن يكون عندي x1 x2 x3، يعني الجسم هذا المعين لازم يحتاج ثلاث احداثيات حتى نقدر نوصف حركته. زين، المطلوب بسؤال يريد نشتق معادلات الحركة لهذا النظام اللي يكون بالشكل التالي. احنا بداية لازم نرسم الفري بودي دايجرام، وكذلك يعني موقع الفورسس اللي موجودة عندي واتجاه الحركة مالتهم. طبعا الاضافة الى هذا السؤال راح اخلي هنا قوة خارجية قيمتها F نوت ساين اوميجا تي، تمام، حتى نعرف شلون نتعامل. اذا ايضا يعني بنفس الوقت يكون شامل إذا فري أو فورسد يكون هذا هو الحل المنطقي. زين، هسه أنا شلون أريد أبلش بمعادلات الحركة؟ قبل لا نبلش بمعادلات الحركة لازم نرسم يعني فري بودي دايجرام، فد رسم بسيط نمثل بكل الحركة اللي موجودة عندي. هنا عندي قلنا الأكس 1، عفوا الأم 1، أم 1، وهنا عندي الأم 2. اوكي زين، هنا أنا شنو عندنا؟ قلنا فورسد قوة خارجية لقيمتها اف نوت ساين اوميجا تي، وقيمة هذا الفورسد هي هارمونيك موشن. هنا أنا قلنا هذه الحركة للأسفل، فهنا راح تكون حركة الكي 2 والسي 2 هي رد فعل للأعلى. هنا أنا عندي كي 2 في اكس 2، وهنا أنا سي 2 في x2 دوت، لأن هذه هنا أنا عندي حركة. بعد شنو عندي؟ الk1 أيضا للأعلى، k1 بس الk1 حركتها مقيدة بين x2 والx1، فإذا كان هنا فرضتها أنه رد فعل للأعلى راح يكون هنا x2 أكبر x2 ناقص x1. هذه صحيحة، هذه صحيحة إذا رجعنا على الأم 1 إيش سوينا هنا؟ حركة الكي راح تكون باتجاه الأكس 1. إذا هذه بهذا الشكل، إذا هذه كي 1 أكس 2 ناقص أكس 1 صحيحة للأم 2 وكذلك للأم 1. هنا أنا هذا الأكس 1 وهنا أنا الأكس 2. بما أنه أنا عندي هنا حركة خطية، يعني الأم للأعلى أو للأسفل، فراح نستخدم قانون نيوتن الثاني للحركة الخطية لكل جزء، يعني لهذه الكتلة ولهذه الكتلة الثانية. تمام، كتلتين أو أكس 1 أكس 2 راح أصير لازم عندي معادلتين من الحركة. لهذا السبب إيش راح يصير عندي أنا هسه؟ summation
f one x one يعني معناته لهذا الجزء الأول يساوي m one في x one double dot. هذا هو قانون نيوتن الثاني اللي توصف حركة هذا الجسم. هذا شنو القوة؟ هذه القوة الخارجية اللي تؤثر على الجسم. شنو أنا عندي القوة؟ عندي الكي ون طبعا باتجاه الحركة، إذا باتجاه الحركة أيضا للأسفل كي ون أوكي في إكس تو ناقص إكس ون. هذا أول شيء. بعد شنو عندي؟ عندي هنا قوة خارجية اللي هي إف نوت زائد إف نوت ساين أوميجا تي. تمام؟ ليش هذه زائد وهذه زائد؟ لأن باتجاه الحركة يساوي أم ون إكس ون دبل دوت. هسه هنا أنا شو نسوي؟ يعني شكو عندي أقواس أني أتخلص منها، يعني فقط بقت فقط ترتيب للمعادلة. فهنا شو راح يكون عندي هنا إذا ندخل كي ون؟ كي ون في إكس تو ناقص كي ون إكس ون زائد إف نوت ساين أوميجا تي يساوي أم ون إكس ون دبل دوت. زين، هسه هنا شكو شيء عندي هنا يعني المعاني هذه القوى الخارجية هذه لا اللي ضمن الجسم، فهذه كلها يعني نحولها للطرف الآخر. فش راح يكون عندي ترتيب المعادلة كالتالي: M1 X1 دبل دوت هذا يصير زائد. احنا بما انه نشتغل على ال X1 فنبلش منها بال X1، فإذا K1 x1 زائد عفوا هذه راح تصير ناقص k1 في x2 وهذا ايش راح يساوي؟ راح تساوي عندي هذه القوه الخارجيه f نوت ساين اوميجا تي. زين عني، هذه المعادله الاولى. هسه راح ننتقل للشكل الثاني اللي هو هذا، راح يخص المعادلة الثانية أو الكوردينيت الثاني. فهنا شو راح نكتب؟ هنا أيضا راح نستخدم قانون نيوتن الثاني كالتالي: summation f x2 يساوي شو راح يساوي هنا؟ m2 في x2 double dot. هسه راح نشوف شنو عندي القوة اللي موجودة هنا. أول شيء عندي هذا القوة هنا عكس اتجاه الحركة، فش صارت سالب K1 X2 ناقص X1. تمام، وهنا ناقص K2 X2 ناقص C2 X dot 2. بعد ما عندي هنا قوة خارجية فقط على الكتلة الأولى تساوي M2 X dot. هسه هنا شو راح نسوي؟ أيضا راح ندخل هذه ال K1 على القوس، فش راح يصير عندي؟ سالب K1 في X2 زائد K1 X ون هذه سالب سالب صارت موجب ناقص K2 X2 ناقص C2 X dot 2 يساوي M2 في X double dot 2. زين، بس هنا أنا نشوف شنو عندي المشترك. عندي هنا X2 وهنا أيضا X2. هذه بعدين من تاخذون أكثر، يعني مثلا عندي 2 دامبر، عندي أكثر من 3 سبرينج، هذه هنا بهذا الطريقة راح تحتاجوها. هسه فقط نرتب المعادلة اللي راح تكون بهذا الشكل: M2 X double dot 2
قلنا هنا هذه كلها ننقلها للطرف الآخر، فهذا يصير زائد C2 X dot 2، والترتيب الأم والسي بعدين الكي. كذلك بعد شنو عندي زائد، ده نقلناها للطرف الآخر، K1 زائد K2، هذا شنو في X2 كلها. بعد شنو عندي، ها هي تساوي صفر، صار ما عندي أي قوة خارجية. إذن هذه نسميها المعادلة الثانية. إذن القوانين الحركة اللي تحكم هذا النظام هو هذه الون، هذا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. زين، إحنا إذا أريد نكمل الحل، يعني شنو نكمل الحل؟ بعدين يريد مثلا الناتشرال فريكوانسي. طبعا إذا كان عندي 2 degree of radiant system لازم أني عندي 2 natural frequency، إذا 3 لازم عندي 3 natural frequency وهكذا. زين، يعني إذا أريد natural frequency أو أريد response اللي هو x of t، بهذه الحالة وكان عندي أكثر من معادلة، هذه معادلتين صعب حلها. لهذا السبب إحنا راح نخليها بماتريكس ونحلها سواء ببرامج الحاسبة أو نقدر بعدين نحلها باليد إذا كانت عندي معادلتين، أوكي. أما إذا أكثر تحل ببرامج يعني الماتلاب أو أي برنامج آخر يحل المعادلات ونوجد النيتشرال فريكوانسي أو الريسبونس. زين، هسه طريقة نحول هذه المعادلتين الأولى والثانية إلى ماتريكس يكون بهذا الشكل. طبعا راح أحل لكم إياها هنا حتى تشوفون أنا شلون أقارن بين المعادلة والماتريكس. هنا دائما حتى نشتغل على الماتريكس عندي، بما أنه عندي M و K و C، إذن عندي ثلاث أجزاء اللي هو يكون كالتالي. راح ارسمكم اياه يعني بهذا الشكل الماتريكس حتى تكون واضحة. زين، هنا انا عندي هذا الجزء، يعني تبلشون بهذه الطريقة اللي خاص بالكتلة، بالكتل اللي موجودة، وايضا هذه الكوردينيت. زين، زائد هذا الجزء الثاني اللي يخص الدامبر، هاي ايضا اللي الكوردينيت، زائد هذا الجزء الثالث اللي يخص النابض، اوكي، زائد عفوا يساوي بعدها الاوتبوت اذا كان عندي اوتبوت. زين، اذا هذا ماس ماتريكس، وهنا دام بينج ماتريكس، اوكي، وهنا سبرينج ماتريكس. زين، هنا شو نخلي؟ هنا نخلي اكس 1 دبل دوت، وهنا اكس 2 دبل دوت. هنا نخلي x1 دوت، وهنا x2 دوت، وهنا x1 وهنا x2، تمام. هذه هنا طبعا هذا يعني اذا تلاحظون هذا هنا الخط الاول دائما معناته المعادلة الاولى، وهذا الثاني دائما المعادلة الثانية، يعني اذا ضربون العمود في الصف راح يطلع لي المعادلة الاولى. زين، هسه أنا شنو عندي x1 دبل دوت و x2 دبل دوت. x1 دبل دوت قلنا اللي يخص المعادلة الأولى، نشوف أنا شنو عندي بالمعادلة الأولى. هذه المعادلة الأولى، ال x1 أباوع هنا، إحنا جاي نحكي على ال x1 دبل دوت، فهنا x1 دبل دوت مضروبة بشنو معاملها؟ ال m1، هنا فقط m1. زين، عندي x2 دبل دوت بهذه المعادله،
ما عندي، إذن هنا راح يصير صفر. زين، بعد ننتقل إلى الجزء الثاني، يعني أنا راح أمشي هيك بهذه الطريقة وأباوع فقط للمعادلة الأولى. نجي هنا عندي x1 دبل دوت، ما عندي x1 دبل دوت، ماكو مخمت هذا الأول جزء، إذا راح أخلي هنا صفر. أيضا أكو هنا بالمعادلة الأولى x2 x2 دوت، ماكو x2 دوت، إذا أيضا صفر. هسا بعدنا بالمعادلة الأولى جاي نمشي بهذه الطريقة، ننتقل للx1 ولا x2. عندي هنا x1، نعم هذه x1، عندي هنا k1، إذا أخلي هنا k1، قيمة معاملها سالب k1، سالب k1. زين، هسا بعد شنو ننتقل بعد اللي يساوي؟ عندي قوى خارجية أباوع لهذه المعادلة، ليش عندي؟ عندي قوى خارجية قيمتها f نوت ساين أوميجا t، أو هذه كلها هي f كابيتال نوت، هذه سمول. فإذا هنا ايش عندي؟ هنا عندي f نوت، أو هي شنو؟ f نوت ساين أوميجا t. هذه إذا المعادلة الأولى، إذا تضربون هذا العمود في الصف راح تطلع عندي المعادلة الأولى. زين، هسه راح ننتقل، هذه كلها تخص المعادلة الثانية. نروح على المعادلة الثانية، أباوع بالبداية، أباوع عندي x2 دبل دوت، فهنا عندي x2 دبل دوت، نعم فقط هذه، بعد ما عندي معاملها m2، فنكتب هنا m عفوا x1 x1 دبل دوت ما عندي هنا، فهذه راح تصفر. اذا صفر في x1 دبل دوت، اذا ما عندي هنا، عندي هنا شنو؟ x2 دبل دوت اللي هي m2. زين، هل صارت x هو x1 دبل دوت في صفر، ما عندي، اوكي صفر، و x2 دبل دوت في m2 طلعت لي هذا الجزء. ننتقل اللي x1 دوت والx2 دوت. هنا عندي x1 دوت، ما عندي x1 دوت، اذا صفر. زين، اباوع هنا عندي x2 دوت، هاي عندي x2 دوت، شنو معاملها؟ c2، فصار عندي هنا c2. ننتقل لي الـ x1 والـ x2 للمعادلة الثانية. شوف هذه المعادلة، عندي x1، أباوع عندي x1، نازل عندي هنا شنو؟ ناقص k1 في x1، أوكي، اللي هو هذا طبعا ما كاتبينه هنا. نعم عندي الـ x1 مضروب في سالب k، فإذا هنا سالب k1، x2 شنو معاملها؟ k1 زائد k2، اوكي، فهنا نكتب k1 زائد k2. عندي قوة خارجية بالمعادلة الثانية، ما عندي، اذا هنا نكتب صفر. شوف عين طلاب هذا هذا الماتريكس، اوكي، حتى تفهمون أكثر عن شلون اشتغلناها. إذا ضربون هذا الصف في العمود وهذا الصف في العمود الأول وهذا الصف في العمود الأول، راح تطلع عندي المعادلة الأولى، أوكي؟ إذن هذه تخص المعادلة الأولى أولا، أوكي؟ إحنا يعني حتى نشتغل ماتريكس عبارة عن ضرب، الماتريكس عبارة عن صف في عمود، وهذه هي المعادلة الثانية، أوكي؟ إذا ضربون العمود في الصف، تمام؟ مثل ما قلت لكم هذا الماس ماتريكس والدامينج ماتريكس والسبرينج ماتريكس. طبعا عندي طريقة حتى نتأكد انه احنا حلنا صح او لا، لازم بالسبرينج ماتريكس لازم يكون عندي هذا الدايجونال متشابه، اوكي، دائما لازم عندي هذا متشابه، هذا مو شرط متشابه، هذا يعني مو شرط متشابه، تمام؟ وهذا هو الحل، فنكون بهذا الشكل. هذه هي الطريقة نتبعها في حل أو إيجاد معادلة
الحركة لأي نظام كان، سواء عندي 2 degree of freedom أو multi degree of freedom، تمام؟ إذا كان من مثلا عندي بعد بلوك أخرى، وهكذا يكون إذا كان عندي X1, X2, X3، فهاي شو تصير عندي هنا؟ تصير عبارة عن يعني ماتريكس عبارة عن 3 × 3، 2 عبارة عن 2 × 2، وهكذا. إن شاء الله يكون هذا السؤال واضح، وأيضا أكو مثال آخر حليته، اللي هو إذا كان عندي روتيشن يكون بهذا الشكل. مثلا عندي هنا هذا الديسك راح يفتر اللي هو قيم J1، أي ماثة بروتيشن هو الأم J1، وهنا J2، وهنا أيضا K1 K2، هذا يدور بزاوية θ2 وهذا بθ1. إذا راح يكون عندي هنا، راح يكون عندي عزم، تمام؟ هذا شلون أجي أرسمه؟ نرسم هذه الدائرة الأولى اللي هي J2، أوكي؟ شلون حركته؟ بزاوية θ2 بهذا الاتجاه، زين. شلون أحلل الK2؟ راح أعتبرها إذا أنا هنا بالθ2، راح أعتبر حركة الK2 بعكس اتجاه الحركة، لاحظوا؟ عكس الاتجاه، فشي صار عندي K2 θ2 ناقص θ1 باعتبار θ2 هي الأكبر. نجي على هذه صحيحة، هذه المعادلة الفرضية صحيحة مع الθ1، بما أنه هنا شلون أعتبر هذه صحيحة؟ بنفس الاتجاه θ ونفس الاتجاه، لهذا السبب نقدر نقول K2 أيضا θ2 ناقص θ1، تمام؟ هنا عكس اتجاه θ1 هي K1 في θ1. شلون الحل؟ ناخذ summation torque أو summation moment، هو torque يعني صار عندي عزم، شي يساوي J1 θ1 double dot اللي هذه أول وحدة. إيش عندي؟ هذه عكس اتجاه الحركة سالب K1 θ1 هذه، زائد هذه من نفس اتجاه الحركة بس هي K2 في θ2 ناقص θ1، يساوي J1 θ1 double dot. نرتب المعادلة فقط، تطلع عندي بهذا الشكل، هنا θ1 دبل دوت، هنا θ1، بعدين θ2، نحن جاي نشتغل على θ1، زين. أما ننتقل للجزء الثاني الخاص بالJ2، فصماشن موند أو صماشن تورك تقولون يساوي J2 θ2 دبل دوت. إيش عندي هنا؟ عندي فقط هذه عكس اتجاه الحركة سالب K2 θ2 ناقص θ1 يساوي J2 θ دبل دوت 2. هنا فقط ندخل الK2 على هذا القوس، فشوق عندي J2 θ2 دبل دوت زائدا K2 θ2 ناقص K2 في θ1. إذا أنا جاي أشتغل بالمعادلة الثانية أو بالθ2، صار الترتيب هنا θ2، بالأخير يصير عندي θ1. خلاص الماتريكس بهذا الشكل، قلنا هنا الماس ماتريكس، هنا طبعا عندي روتيشن، هنا سبرينج ماتريكس، اوكي. خلي هذا الماتريكس هنا، وهنا هذا الخاص بالθ1 دبل دوت θ2 دبل دوت، زائد هذا الماتريكس الثاني الخاص بالسبرنج، وهنا θ1 θ2، وهاي يساوي هنا عندي شنو؟ عندي قوة خارجية أو فري بهذا الشكل. عندي أنا يعني بالمعادلة الأولى، ها قلنا هذه خص المعادلة الأولى، عندي θ1 دبل دوت، نعم عندي θ1 دبل دوت مضروبة في J1، إذا صار عندي هنا J1 هذه. عندي بالمعادلة الأولى θ2 دبل دوت، ما عندي فصفرناها. ننتقل إلى الكي، عندي θ1 مضروبة في K1 زائدا K2، لاحظوا K1 زائدا K2، عندي θ2 بالمعادلة الأولى، عندي نعم سالب K2، هذه سالب K2، ما عندي أي قوة خارجية إذا صفر. ننتقل للمعادلة الثانية، هنا أباوع المعادلة الثانية، عندي θ1 دبل دوت، ما عندي، إذا صفرتها، لاحظوا أباوع لهذا الخط. عندي θ2 دبل دوت، اي عندي، صار عندي هنا J2، زين. هسه يعني احنا هسه جاي نشتغل على هذا الجزء، θ1 موجود عندي، نعم هذا θ1 مضروبة في سالب K2، لاحظوا هنا سالب K2، هنا سالب K2، اذا احنا جاي نشتغل بالصورة صحيحة. عندي θ2، نعم عندي θ2 ايضا مضروبة في K2 اللي هي هاي، ما عندي اي قوة خارجية، اذا صارت صفر.
هذه شلون أتعامل إذا كان عندي rotation هناك إذا summation force هنا summation torque أو summation moment إذا كان عندي rotation.